يبدو أن خريطة القصف الإسرائيلية تتوسع في لبنان ولم تعد مقتصرة على الجنوب. أنباء تؤرق النازحين لما ظنوا أنه سيكون ملاذاً آمناً، لا سيما وأن 200,000 اختاروا التوجه نحو الشمال فراراً من الحرب بحسب إحصاءات لجنة الكوارث. هذا هو المسرح الوطني في طرابلس كما لم يعهده من قبل، وهنا مدارس أيضاً كانت سبيلاً آخر لإيجاد مسكن مؤقت. تقبلونا أهل طرابلس، هينا قاعدين بمدرسة، ظهرنا بلا شيء يعني بس بالتياب اللي علي، بكاسف حوالينا عجلنا ورانا. قوافل نزوح غير مسبوقة في لبنان وخطط طوارئ لا تلبي احتياجاتهم، هكذا يقيم مسؤولون محليون الأوضاع في بلد غير مستعد لمواجهة أزمة نزوح مفاجئة أجبرت ربع اللبنانيين على ترك بيوتهم خلال أيام معدودة، لتعم مشاهد الفوضى والبؤس مجبولة بالخوف واليأس على معظم مفترشي الطرقات والساحات العامة. كان كتير صوت الضرب قريب، كان تعب نفسي مش طبيعي، تسمع صوت الصواريخ، تسمع الضرب، توتر الأولاد كان كتير عالي. وجه بيروت الباسم لم يعد كذلك، فأزمته تتجاوز قدرته على استيعابها، بل إنها مروعة وفق تعبيرات أممية تقول إن اتساع الحرب لن يجلب سوى مزيد من النزوح. وبالفعل تضاعف عدد عابري الحدود إلى سوريا من 100,000 إلى 235,000، 82,000 منهم لبنانيون، والبقية يواجهون نزوحاً عكسياً، تركوا سوريا قسراً وعادوا كرة الهروب من الدمار، ولكن هذه المرة إليها. الأرقام الأممية تضيف أيضاً أن قرابة 50,000 غادروا جواً عبر مطار بيروت، فيما اختار نحو 1,000 شخص الهروب عبر البحر. أما هذا يبدو أنه لم يكن لديه سوى أن يجعل البحر نافذته.